فريق أكاديمية أهلي تعز في القاهرة كان على موعد مع الذهب، وأحرز لقب النسخة الأولى من بطولة الملتقى الدولي للأكاديميات أكاديميات كرة القدم، تتويج مستحق لسفراء اليمن على حساب أكاديمية القصيم السعودية في اللقاء الذي احتضنه ملعب نادي النادي في العاصمة المصرية القاهرة. فوز منتخب أهلي تعز بالبطولة، فوز منتخب أهلي تعز بالبطولة،